هنبدأ الأخبار العالمية من خسارة فريق إنتر ميامي نهائي كأس الولايات المتحدة الأمريكية على يد فريق هيوستن دينامو اللي حقق الفوز بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين فجر اليوم الخميس. وغاب الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني جورد ألبا نجوم إنتر ميامي عن مباراة هذه البطولة بسبب الإصابة، وأحرز هدفي هيوستن كل من جريفين دورسي في الدقيقة 24 والمغربي أمين باسي في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، وأحرز هدف إنتر ميامي الوحيد جوزيف مارتينيز في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني. وتعتبر دي المرة الثانية اللي يتوج فيها هيوستن دينامو بلقب البطولة بعدما فاز بهذه البطولة في عام 2018 لأول مرة، وفشل لاعبو إنتر ميامي في التتويج بالكأس دي للمرة الأولى في تاريخهم. ومن أمريكا نروح إلى إنجلترا وتحديدا كرة دور الـ 16 في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، والتي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس وأسفرت عن مواجهة من العيار الثقيل بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل على ملعب أولد ترافورد معقل فريق اليونايتد. أما نجمنا محمد صلاح وفريق ليفربول تنتظره مواجهة أمام بورنموث، بينما محمد النني ورفاقه في أرسنال تنتظره مهمة قوية وصعبة ضد وستهام. طبعا الدور ده تقام في المباراة من مباراة واحدة على ملاعب الفرق المذكورة أولا. عبرات الدور الـ 16 هي هنبدأ مع حضراتكم مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل، بورنموث مع ليفربول، وستهام مع أرسنال، مانسفيلد مع بورت فالي، إبسويتش تاون مع فولهام، إيفرتون مع بيرنلي، تشيلسي مع بلاك بيرن، إكستر سيتي مع ميدلس براون. مباراة قوية جدا، أتمنى التوفيق لنجومنا محمد صلاح والنني في تلك المواجهات.